اختي جويده مرحبا وبيك يا عايشه. لاباس عليكي؟ الحمد لله. تو في فتره فاكونس في تونس؟ اي ديما تو ديما كنا قبل نجيو بشهر خاطر عندي صغار نبقاو شهر هكا 5 سيمين ولا حاجه. وتو كي احنا وياه كبار ممكن نجيو 3 مرات في العام ولينا وياه فهمتي. انا نمشي شويه عند البنت وشويه هكا ونعديوها غير. الانسان كي كبير يعرف قيمه بلاده يولي يخصص وقت بزيد وقت باش يجي لتونس. وين ولدنا وين روحنا راه. ولازم احنا نعطيو مثال تاع بلادنا باش الناس تجيو. احنا كنا قبل التوريست كيف يجيو على 3 ايام 4 ايام على جمعه يجيو 8 ايام يرجعوا بشهر يرجعوا بثلاثة شهور. تو ولاو يخافوا ولا يمشيو للمغرب فهمت. وي برشا توانسه يمشيو لاسبانيا يمشيو للمغرب يمشيو برشا. معناها من اللي دخلت الفوضى فوضى ما نقولوش هي فوضى فوضى. قداش الكونجي نتاعكم تو الوكاس؟ تو لا روتريت ماش فيها كونجي نجيو كيما نحبوا. تو كيما تحبوا هاي. جبتوا معاكم الاولاد؟ لا لا ما عادش عندي بنتي في لوكسمبورغ ماخذه الماجستير نتاعهم في لي بونك تاع انفستيسمون دارجون. هي كونترولور في الواحد في لي بونك الكبار. وعندي طفل يخدم في لي كرون ماجازان في اللوكس معناها في كوم شانيل بومبارت هكاك فهمت غوتشي الحاجة في المود. نرجعوا معاك السنوات الاولى اللي مشيت عام قداش مشيت؟ انا مشيت 82 والبنية جبتها 83 بنتي. زوجت لنا؟ اي قلت لك في تونس في ماجستيكس حبيت نحسب به. عملت ماجستيكس؟ ما عملتش كان نحبش انا كل كي مثلا الخطبه والفيونساي وتتمكس تنا مره برك العرس ونحب العرس بالكدا وكا مباشره ديريكت. من الاول كي تعرفت على زوجك كنت عارفه روحك تشتغل برا؟ اي نعرف بعد احنا كنا نعرفوا الفرنسي معناها نعرفوا حيا بام بروبليم قبل سيرتو كيف خرجنا فماش بروبليم بالكل فماش ان بروبليم. وهو خدمته يسافر برشا فهمتني. واحنا كي يمشي يسافر يمشيو مثلا لدوفي هو يمشي لانجلتير يمشيو فهمتي لازم يهز حصونه كل بلاصه خاطر حصونه نتاع كورس نتاعك الناس هاك الامراء وفهمتي وكل الناس الغنيين كيما روتشيلد وكل الحاجات العليين. عرفتوا منهم ناس دنيا اخرى وعالم اخر كان احنا مش عايشين. فادوكمش بحاجه. فادونا تعرف علاش؟ خاطر وين احنا الجو اللي فيه عطاونا كجو لاولادنا فهمتي وين عايشين. وتو كثرت فيها برشا عرب. انا ننصح توينسا كز لي جون انا نبدا في تونس واولادي ما نبيعش ارضي وداري باش نخرج ولدي يحرق في البحر ولا يموت. هذيك الاشكاليه اليوم الامهات اللي تبيع تبيع ذهبها حتى ولاو صعاب مع ولاو صعاب مع لي جون الجايين على خاطر لا عندهم دبلومات لا عندهم حتى شيء يحبوهم معناها يخدموا وين يمشي يخدم يبقى في الشارع هكاك ملوح. هذاك علاش برشا قلق من التوانسه اللي يمشيوا غادي يعيشوا في الشارع. سامحني البناتنا بتاعنا بتاعنا تعرف عليه الطفله لهنا وهما كيف تهبطوا من الطياره يفرشوا لك الزربيه نتاع محمد السيد تاع المغرب يفرشوا لك الزربيه الحمراء وياخذوا لك الطفله تهز غاديك يعملها الاوراق نتاعها بعديك يعمل الريش ويطير ويخليها هي بها بولادها. تقصد الاستغلال اللي يتزوجوا بالاجنبيات ومن بعد ياخذوا بناتنا وبناتنا هكا راه نحكي لك هكا تسمع فيا ياخذوهم يوصلوهم غاديك يعدي معها عام عامين ويربي شويه الريش ويعمل الفول نتاعو فهمت شنو نحكي لك؟ اي ولهذا ماذا بك واحد عندها طفله ولا حاجه ما عادش هي تسكن غادي ما تاخذش واحد لهنا وين هي؟ فما استغلال. هذه خاطر انا هذه كونتر انا كونتر توصل غاديك يعمل الاوراق و هل بنتك تزوجت هي؟ متزوجه ما في خذت طليان. طليان؟ استسلم وكل شيء وعمل عرس في ايطاليا وكل شيء وعملت عرس في تونس واحنا بقى مرتاح على العقليه كل شيء في كل شيء مرتاح. في كل شيء في راحه البال في كل ما نكذبش عليك خاطر التونسي والعربي هو نفسه. هذه الانتخابات اللي عملنا احنا في فرنسا من شكون؟ لو سامحني انت حطوا يخدم احمد ربي وشكره واحنا هما ما كلموناش ونحكي لك المجازان تقول لك رمضان ورمضان ما يحبوش الدين وما الدين يكذبوا عليك. احنا وين نسكن في شونتيه عندنا حشاك 5 جوامع جامع تاع الترك وجامع تاع الباكستاني وجامع تاعنا المراه وكتدخل الجامع كاين انت في حاجه اخرى معناها وفي بلادهم في البلاصه هذه عندهم كنيسيه واحده افهم شو معني قدرونا احنا قدروهم وكاهو كيفاش بلي في رمضان وكيف انت لمتك انا رمضان توت لي ماجازان يعملوا لك بون غامادو يعرضوك صحابنا ويعرفون سافا با ترو فاتيغي مدام كومون سا سباس نهار العيد يكون عطينا الجاتو نعملوا جاتو
معني عنده معاك اي والله 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 الباترون تاعو هو وقت يخرجهم هو يدور في حسان وخرجوا وين عاد خلو باردون اكسكوزي مو سافي باكو فيت لو في لو رمضان لا يا خواتي خلي يقدرونا المخازنات كيف كيف على ذمتنا احنا تعرف حليب الغوله موجود غادي ولا حلال انت واش تفرض روحك انت وتخليقك وتبيعتك حاجه اخرى اي حاجه اي حاجه اي حاجه اي واحد يعرضك اي باش تاع بلاصه تفضل مرحبا لهنا حدا باش تخلص ربع فلوس باش نخلص اش تحب حتى في ريستورو يقول لك اش تحب نعم مش تحب نطلب عندك انا تحكي عن المعامله المعامله في تونس زيرو هذا تفضل مرحبا بك وعسلامه كما كنت قبل ما عادش انا كذبش عليك كانه العكس انت داخله مؤسسه داخله قال لك الراش قال لك ما دمنش في حي النصر وما كل بلاي ديما كيكه تونس روح احنا نصوروا ديما كيكه تونس يفهموا في كل شيء تونس سامحني ولدنا فيها وقرينا فيها وخدمنا فيها وتعرسنا فيها وكل شيء ما كناش هكا يا سامحني كانت الديار العربي ونخرج نخرج انا كنت نخرج قبل ما عرست ما كنت نخرج نحاول نمشي رحلات نمشي كل بلاصه وما نخافش كنت كنا احنا وقفنا ما غير حد بلاصه ما عنديش يعجبك شي هذا وهذا ما هلم صحيتهم وانا مغمزين اخواتي والكذب انا كنشوف واحده مغمزه عملت لي هكا ما نطلعش معها في الترا ولا في كار شو نقول لك اختي شو نقول لك واحنا نحكي انا وياك والشخص قال مشيو للبلايص اللي الناس علاش تصوروا كانوا مع الناس لاباس عليهم التونسي ديما يفهم في كل شيء حتى نصوروا مع الناس زواولة عاديين لا اش فيكم تعديوا في الناس زواولة تصور العكس كيف ما هو احنا شو نصور التونسي ما نختاروه احنا هو التونسي هو اللي يحب يجي يحكي نحكوا معاه قلقتك حكايه المعاملات وقالوا هالي اكثر من تونسي مقيم الخارج نبداوها ديجا دبجا كنبدا سامحني كنبدا في المطار في المطار لا مرحبا لا حتى شيء ايه حتى نسي خايتي ماشي هذا التبسيمه لا 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 صباح الخير بالسلامه لا حتى شيء وتو امشي ريستورو امشي اي بلاصه تقضي ما يقولكش تفضل اش تحبك الحاجه اش تحب حوايج يعملوا هكا اش تحب مغشش مركزك الحاج او 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 قد تكون شو نقول حاجه ما نبررلوش انا الشهريه اللي ياخذ فيها الاستغلال لا لا الشهريه اللي ياخذ فيها هيني مخليته هكاك منرفز ما خممش اللي هو لازم يضحك في وجه الكليونات مشينا نخلصوا قلت لك في الدار مشينا القباضه مشينا نخلصوا الدار هما يحلوا ثمانيه وانا كنت قبل وقت كنت في تونس في سونسونيك نخدم السبعة سبعة ونص حاسين ما عليناش اخي اول ما حلت زوز يخدموا غير ما جاوش نستني خلي تفل البيع جات مرتين ما خلصش قلت لها ما نجموش احنا لازم نخلصوا اليوم على خاطر بعديك ما عادش نجم نجيو قلت لها مدام قالت لي مدام هكا لا صباح الخير نعم مدام ما عندك حاجه قلت لها باش نخلص معاش بكري لقيت شي محل قلت لي مو حل ثمانية وراها ظروف نتاع السيركيلاسيون ما نقدرش في السيركيلاسيون تحكي انت مؤسسه حكوميه وتحلت بعد ثمانية جات المراه شلك 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 بالحنا وطوري في الحنه نتاعها وتوري في الوحدات وكل شيء وين وتغشوا كيف تكلم فيها قلت لها اسمع ما نخدمش في السيركيلاسيون انت باش تجي تخدم جا في وقتك ولا قبل الوقت للاسف مؤسسه عموميه هذه حكوميه كي انت طلبت الحق وعبرت على كلمه الحقيقه تخلقوا هذاك ولينا نعانيوا فيه في البلاد عند السوس لا كانت مات السوس يخافوا علاش نخافوا نتكلم الحق ما نكذبش عليك شنو تشد موتا انت كي تخدم خدمك تبعد على روحك انا جاي معاك موضوع صغارك الاولادك هما تو ما شاء الله كبار بنيه وليد علمتهم حب تونس علمتهم انهم لازمهم ديما يروحوا لتونس انت صغيره كانت تخرج من تغوص في المطار الناس بداو يبكيوا عليها يبتبكي تبكي ما تحبش على النميمه وكل شيء وتو اللي ماذا بين يحبوا يجيو خاطر نخاف اخي ما تحبش تجي ليه هما يحبوا يجيو وانا كيف يجي نبدا هذا بوم 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 علاش اخوتي نخاف خاطر تعرف المشاكل لا 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 الطفل ماهوش باش يخالط برشا وموش باش يهبط للشارع ما عادي جدا يمشي وكل شيء ما تمشي عليه وكانت قبل حتى اللي تمشي البحورات تنظاف البحورات كانت تنظاف هكا محليها صحيت فصل البحورات وين تمشي البحر؟ وين نمشيو للسوسه نمشيو للحمامات نمشيو للبنزارت نمشيو كل شيء خاطر عندي لاحظت تو ما مشيت حتى بحر علاش؟ لا لا خليني فك علي اعطيني بنا معنيش خاطر البحورات مش نظيفه؟ لا 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 هو يخلي مرته خاطر الاستغلال ممكن في الوتله هو يخلي مرته في الدار مغمزه وندر كيفاش وهو يجي يعمل المراتب يطلع على الانسان تاع الناس بنت الناس ما يبقى في الدار حتى واش احترام فماش شكرا لك ربي يفضلك انا